إنشاء مشاركة من الزائد ده مهمة جدا جدا، إن أنت دايما تجيب فيديوهاتك القديمة وتنشرها في منتدى اليوتيوب بالطريقة دي، لأنها بتساعد في انتشار الفيديو بتاعك على اليوتيوب، وبيجيلك مشاركات كثيرة وإعجابات وطبعا اشتراكات. طيب، يعني ايه انشاء مشاركة؟ يعني زي الفيسبوك، انت عندك جروب على الفيسبوك فيه مثلا 100,000، لما بتشارك صورة او فيديو بينتشر بسرعة جدا، فده بيساعدك ان الفيديو بتاعك ينتشر ويوصل لأكبر عدد من المشتركين على اليوتيوب. ازاي تنشئ فيديو ليك على المنتدى؟ من العلامة دي اللي هي الزائد دي على اليمين، تضغط عليها وتكتب إنشاء مشاركة. طبعا قبل ما ننشئ المشاركة، انت عاوز الفيديو اللي هتنشره ايه على المنتدى. انت بتروح لفيديوهاتك في الأول، لما بتروح لفيديوهاتك بتختار الفيديو اللي انت عاوز تعمل عليه مشاركة. ده كل الفيديوهات اللي بتكون عندك، بتختار اي فيديو يكون لو قديم افضل، لان الجديد كده كده اليوتيوب هيساعدك فيه. اما الفيديوهات اللي هي قديمة اللي هي توقف المشاهدة عنها، انت ممكن تحييها من تاني. بتشوف العنوان بتاع الفيديو اللي هتنشره على اساس ان انت اثناء الايه المشاركة بتكتب اسم الايه الفيديو اللي انت هتشاركه على المنتدى. مثلا هنختار الفيديو ده كوكتيل انت وحظك، هنقوم جايين عند إنشاء ونعمل إنشاء مشاركة. بعد إنشاء مشاركة هتوصل لك الصفحة دي، هتختار فيديو. طبعا ممكن تنشر صورة أو استطلاع رأي أو فيديو، هنختار الفيديو ونبحث عن الفيديو اللي احنا عاوزين نشاركه على المنتدى. طبعا احنا حفظنا الاسم كوكتيل انت وحظك، ونبحث. ظهر اول فيديو بنضغط عليه وبنحدده وبنكتب عليه العنوان كوكتيل انت وحظك. عاوز تضيف حاجة تضيف، عاوز تنشئ المشاركة بنفس العنوان ده بتنشئ وتقول انشاء مشاركة. ده ترويج واعلان ليك مجاني على اليوتيوب، وشكرا.